راديو الأهرام يقدم في حياتنا شخصيات وراها كتير حكايات، تعالوا نعرفها في بروفايل مع شريف سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام في كل مكان، شريف سمير يحييكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بروفايل. أنا من عشاق شهر أكتوبر لأنه مرتبط في ذاكرة كل مصري بأكبر انتصار عسكري في القرن العشرين، لما قدر أبطال الجيش المصري إن هم يعبروا القناة ويحطموا أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، بالإضافة إلى انتصار سياسي بطله هو بطل الحرب والسلام الزعيم أنور السادات، هذا الرئيس الراحل اللي كان بيتمتع برؤية سياسية ثاقبة وبعد نظر ملوش مثيل، قدر بيه ان هو يسترد الارض من غير قطر دم واحدة بعد 73، وضرب مثل في الدهاء والمكر السياسي، وده كان الدرس اللي ما تعلمهوش لحد دلوقتي لا الفلسطينيين ولا العرب، وتعاملوا معه على انه خائن اعظم لحد ما اثبت التاريخ انه هو اللي كان باصص وشايف الحقيقة والآخرين هم اللي جايرين ورا الأوهام. لكن مع الأسف اللي بيسدد الفاتورة دي واللي بيدفع التمن مش القادة والسياسيين في فلسطين وفي العرب، لكن لا، ده الشعب الفلسطيني نفسه اللي دلوقتي بيتحمل الأهوال في الأراضي المحتلة وداخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبطلتنا النهاردة واحدة من المظلومين والمنكوبين بالقضية الفلسطينية، هبة اللبدي، أسيرة حاصلة على الجنسية الأردنية والفلسطينية مع بعض، شافت الأهوال وتعرضت لتجربة في منتهى القسوة والوحشية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. جت من الأردن مع أمها وخالتها عشان تحضر زفاف بنت خالتها، كان في مخططها أنها تقعد 5 أيام في جو كله فرح ونشوة وزغاريت، لكن مع الأسف فجأة الاحتلال خطفها وجنود الاحتلال الإسرائيلي خدوها من معتقل لمعتقل ومن زنزانة لزنزانة، لدرجة أنها قالت أنها ما كانتش تتوقع أن تشوف ده لا في أحلامها السيئة ولا حتى في الكوابيس. كانت التحقيقات شغالة معها من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5 المغرب، يقفلوا عليها الباب، مجندة تحرسها وتفتشها تفتيش شبه عاري، عصبوا عينيها، أيدوا إيديها بقيود بلاستيكية ورجلها بقيود حديدية ونقلوها لقاعدة عسكرية، كانوا بيقعدوها قدام الشمس حوالي نص ساعة وبينقلوها لغرفة غير مجهزة على الإطلاق، ما فيهاش أي نوع من أنواع التهوية، كانت بتتعرض للحرج والإذلال وانتهاك صارخ لخصوصيتها وحقوقها الأدمية. استمر التحقيق معاها من 9 الصبح ل5 الفجر اليوم التالي، وخلال الساعات الطويلة دي كانوا بينزلوها للزنازين 2 أوقات وجبات الأكل بس، والأكل ما كانش بيستغرق أكتر من نص ساعة. بدأت تتنقل من معتقل لمعتقل ومن زنزانة لزنزانة لمدة حوالي 35 يوم في ظروف شديدة القسوة واللا أدمية. التحية معاه كان عبارة عن تعذيب نفسي وكان عنيف جدا، ساعات طويلة جدا في غرف التحقيق، قاعدة على كرسي ومقيدة ومربوطة بالكرسي والكرسي ثابت على الأرض، ألم بقى في الظهر وفي الإيد وفي الرقبة، محققين بيصرخوا فيها بصوت عالي وبيوصفوها بأقزع وأقدر الألفاظ، تم تهديدها بأنها لازم تعترف وإلا حيتم اعتقال أمها وأختها، هددوها بأن حيبقى في سحب الاعتراف منها بالإيه بالقسوة. حققوا معها بكل الطرق وتعاملوا معها بأسلوب أبسط ما يوصف بأنه لا يرقى لأسلوب الحيوانات. دايما كانت بتعيش هبة اللبدي في زنزانة ضيقة مليئة بالحشرات، ودوها بجامة رائحتها كريهة والحيطان أسمنتية خشنة صعب قوي أنها تتك عليها عشان تقدر تسند ظهرها، فرشة من غير أي غطا ولا أي وسادة، والضوء يدوبك العين بس تشوفه، مفيش شبابيك، رطوبة عالية، مفيش مية، الرائحة لا يستطيع أي إنسان أنه يتحملها.
كان القنصل الأردني بيزورها من الوقت للتاني علشان يعرف إيه أخبارها، وبعد كده بتنتقل من معتقل لمعتقل من غير ما يبقى فيه أي تطور أو أي محاكمة ليها عادلة أو يكون أي إجراء سياسي ممكن ينقذها من اللي هي فيه. بعد كل هذه الحياة كانت برضو الأسيرة الشجاعة هبة اللبدي صامدة على موقفها. صدر أمر باعتقالها إداريا لمدة 5 شهور، احتجت على ده بأنها أعلنت عن الإضراب المفتوح عن الطعام لحد ما يتم الإفراج عنها. لحد هذه اللحظة محدش عارف إيه مصير هبة اللبدي. الأسيرة الفلسطينية هبة اللبدي مضربة الآن عن الطعام لمدة 14 يوم متصلة، صامدة وشجاعة وقوية ضد قرار اعتقالها الإداري، وغيرها كتير جدا لسه بيعانوا من أساليب الممارسة الوحشية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بيدفعوا تمن غباء سياسي عمره أكتر من 50 سنة. أعتقد أن هبة اللبدي في اللحظة دي وإحنا بنحتفل بالنصر العظيم في أكتوبر العظيم ممكن تقرأ الفتحة على روح الرئيس الراحل أنور السادات، بطل الحرب والسلام اللي قدر يسترد الكرامة المصرية بالسلاح والسياسة مع بعض، ولولاه كان ممكن حاجات كتيرة تتغير. أنا شخصيا بعد الحلقة مش هتردد أبدا أني أقرأ الفتحة على روحه مرة واثنين وثلاثة تكريما له، ونلقاكم الأسبوع المقبل مع نجم آخر وبطل آخر في بروفايل آخر. بروفايل مع شريف سمير.